كل حارة في الشام فيها أسرارها، لا أحد يعرف ماذا يختبئ خلف أسوارها. عندما يغيب الوفاء ويحل مكانه الغدر، يضيع فيها الحق ويحل مكانه الشر. تبدأ النزاعات ما بين الناس على السلطة والمال، ويكثر فيها الفساد والاحتيال. يعني بدك يانا نضل قاعدين عم نستنى ليروح عرض المرأة؟ ما هيك يلي بده يأتي سمعتها وشرفها، روحوا لأقدم منه. أخي كل أهل الحارة لازم يحسبوا حسابهم مشان يوقفوا بوشه. إيه دراعة الحارة. لكن لا بد للحقد أن ينتهي، ولا بد للظلم أن ينجلي. بسام كوسا، رفيق السباعي، وائل شرف، والقديرة منى واصف، في طاحون الشر، يوميا في الأوقات التالية.